السلام عليكم خاوتي، رمضان كريم. صح فطوركم لكافة الجزائريين داخل وخارج الوطن. خاوتي، نبقى دائما نطرقوا لموضوع رياض محرز تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي البريمير ليج. هذا التتويج خلف صدى في الصحافة العالمية، واللي تكلمت بإسهاب على تتويج مانشستر سيتي وتكلمت أيضا على الدور الفعال لرياض محرز. وأكدت الصحافة الإنجليزية أن رياض محرز من طينة الكبار، اللاعب رياض محرز لاعب من طينة الكبار، رغم أنه يعني على حسب كلام الصحافة الإنجليزية أكدت أنه رياض محرز رغم أنه دائما يعني المدة الأخيرة 5-6 لقاءات الأخيرة دائما في دكة الاحتياط، لكن عنده عقلية احترافية وما تأثرش انه دائما في الخمس المقابلات والست المقابلات الاخيره في دكه الاحتياط، بل بالعكس انفجر. هذه الصحافه الانجليزيه اللي اعطت قيمه واعطت مكانه خاصه لمحرز، واكدت ان هذا اللاعب مظلوم وان هذا اللاعب عنده عقليه احترافيه. وكان حتى الصحفيين اللي شبهوا رياض محرز قال لك لاعب عالمي، الصحفيين الانجليز أكدوا أن رياض محرز لاعب عالمي. أيضا العناق اللي شفتوه تاع غوارديولا ورياض محرز فيه نوع من اللوم، ولا كما نقولوا كلي يعني غوارديولا طريقة لإشاء العناق بين رياض محرز، ويعرف باللي غوارديولا ندم فيه نوع من الندم. غوارديولا نادم على الشيء اللي فات. أنا قلتها من عودة خاوتي، رياض محرز لو لعب مقابلة الشامبيونز ليغ كان ممكن يكون كلام آخر، لكن هذه ترجع خيارات المدرب. الجانب الآخر، هذه الصحافة العالمية اللي طرقت لتتويج رياض محرز، تتويج عفوا مان سيتي، وتتويج مان سيتي بالدوري الإنجليزي، وتكلمت بإسهاب على رياض محرز وعلى القيمة الثابتة لرياض محرز وعلى العقلية الاحترافية. العديد من الصحف الإنجليزية منها ذا سان، ديلي ميل، العديد من سكاي نيوز البريطانية تكلموا بإسهاب على رياض محرز وعطوه حقه. الجانب الآخر، في الجزائر لا حدث، هذا اللاعب جزائري لا حدث. انا نتفكر كاين واحد الصحفي ذراع الايمن لي زاتشي قال ولدي اللي خانو زارو يصبغ شعره، وقال له انسى البرصة. هذا ذراع الايمن لي زاتشي، وهذا المنشور اللي داروا في 2017 في ديسمبر اواخر ديسمبر 2017 عفوا في في الشهر يعني في ديسمبر 2017، يعني بعد ما تولى زاتشي الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. هذا صحفي قال هاجم رياض محرز وقال له اللي في خانه وزهره يصبغ شعره، وقال له انسى البرصة. يعني هل معقول ان واحد جزائري فرح جزائري كامل وشرف صورة الجزائر لما تحصل على الدوري الانجليزي مع ليستر، وزاد ختمها الان مع مان سيتي؟ ما نحكوش على مان سيتي، نحكو على ليستر، نجم قيمة ثابتة، يقول له خانك زارك اصبغ شعرك. ليس فقط كمان مهوي، بس هذا عينة، هذا من الناس مازالوا ينشطوا في مجال بين قوسين الصحافة، لأن الإعلام الجزائري والصحافة هذا من الجزائرية بين قوسين خوتي كعبارة عن مرتزقة، شلة من المرتزقة، حاشا ولاد فاميليا، حاشا الناس اللي تخدم شرف، شلة من المرتزقة، إعلام فاسد. إعلام موجه وإعلام فاسد. شوفوا برامجهم في رمضان تعرفوا الدليل، برامجهم غير أخلاقية في رمضان تعرفوا الأدلة اللي نهضر عليها. هذا من الناس ما يعطيكش إعلام مفيد، إعلام اللي تقدر تبني به أمة، تبني به أجيال، إعلام فاسد، إعلام الواي واي، وإعلام كلام زيد روح في أمور أخرى. رمضان هذو من الإعلاميين أشباه الإعلاميين، أخرى كلمة إعلام كبيرة عليه. هذا رياض محرز ليس لاعب جزائري،
ما يعنيهمش، هما يعنوهم اللاعبين تاع وحم، اللاعبين تاع الغبره، اللاعبين تاع الشيشه، اللاعبين تاع السهرات، هذوما اللي يحبوهم، هذوما اللي يضربوا عليهم الطابله. نعم يضربوا عليهم الطابله ويتكلموا عليهم باسهاب، ويتكلموا عليهم دائما 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 دائما، تخطيهمش ديما ليلا نهارا. لكن تتويج رياض محرز ثاني مره بلقب الدوري الانجليزي وفي المقابله الاخيره رجل المقابله، لا حدث، كان والو، عادي 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 جدا، كان حاجه مسرات، كان هذا محرز مارش عدو الجزائر، هذا محرز ولا ما فهمتش انا، عادي. لا تيلي مسلسلات كاميرا كاشي تاع دعوش تاع الخماش عشاكم بيقصي الرذيله الفسق كذا، هذه هي هذو الاعلام الجزائري الله غالب اسف، هذا هو الاعلام دركا، ويسمو رواحهم اعلاميين يهاجموا في ولد بلادهم. انا بغيت نفهم علاه، علاه والله راضي نهضروا لوجيك منطق، علاه علاه تديروا هك؟ خافوا خافوا يخافوا خافوا ملاكم برك، علاه علاه؟ هذا ولد بلادك، نشجعوا نشجعوا، هذا ولد بلادي. ماجر كي كان يلعب جوار كان الناس تشجعوا، ماجر كي كان في وقته رغم انه كل ضده كمدرب، واحد ما يحب ماجر كمدرب، بصح كي كان لعب كي كان في بورتو وكي كان دا شامبيونز ليغ الجزائري كامل يشجعوا رغم انه يختلفوا معاه، بصح ولد بلادهم ما يطيشوش ولد بلادهم، هذو ما يبيعوا اي حاجه، سونسيال ماده، سونسيال ماده. ماذا به هذاك اللي يتعاطى الكوكايين كي يدي معاه تشيبا خير له من مليار محرز، اللي يدي معاه تشيبا هذاك تاع الكوكايين خير له من مليار من محرز، ما فايده ماده. الوطن راح، الوطنيه والقوميه راحت، الى ماش ما بقاش الوطنيه هذيك والروح الروح الوطنيه راحت، نتاع ندافع على ولد بلادي وندافع على العلم الجزائري راحت راحت صايم، عاد دي مودي كيما يقولوا، دي مودي ما بقاش دركا، راني جيبي تشيبا يعني يعطيني هذاك الجوار تشيبا نكتب عليه تاع الكوكايين عندي خير لي من مليار محرز، هذا هو الواقع خاوتي. محرز في الخارج يتكلموا عليه كامل، وتروح تقول لهم تروح لألمانيا الإسبانيا الأمريكا الأندونيسيا الماليزيا أي دولة في العالم تقول له ريال محرز يقول لك نعرفه لاعب، تروح تقول لهم تعرفوا لاعب يلعب في بطولة الكوكايين ما نعرفوش، تعرفوا ذاك الجوار يلعب في الجزائر في بطولة الكوكايين يقول لك ما نعرفوش، تعرفوا كمال مهوي يقول لك ما نعرفوش، تعرفوا أساطير تاع بلاطوهات يقول لك ما نعرفهمش، قيمة ثابتة. ومحرز سفير للجزائر، كي تقول له محرز يقول لك محرز كاش ما نعرفوش، العالم كامل يقول لك ألجيريا بلاير، هذه فخر الجزائر، السفير هذا روك رياض محرز سفير، سفير للجزائر، سفير الكرة الجزائرية، سفير للجزائر، دولة الجزائر، الدولة الجزائرية هو السفير. صح للأسف الناس ما تعطيش قيمة، احنا ما نقولكمش اعبدوا محرز كيما راهم يديروا المصريين مع صلاح، اعبدوا عبادة صلاح استغفر الله كان يقرب يزيدوه ركعة ولا يدخلوه في الإسلام يديروه ركن جديد في الإسلام استغفر الله، يعني خير كما ما نقولوش نوصل شيء يعني نوصل نوصل تاع المصريين، لكن نعطوه ولو قيمة برك، هذا ولد بلادنا وجزائري وشرف الجزائر، مرتين يدي الدوري الإنجليزي كأول لاعب عربي، هذي تكفي، أول لاعب عربي يدي الدوري الإنجليزي مرتين، علاه ديرو هكا؟ ولا حدث، عادي، قنوات كامل مش غير مهوي ولا النهار ولا كامل كامل القنوات الهداف النهار، كل ما يقولوا راهم أصلا كاين إعلام جزائري أنا ما نمنش بيه، القنوات هذي كامل مش غير الهداف النهار، كامل كامل كامل، عادي، من أقل حاجة أقل حاجة أضعف الإيمان. أضعف الإيمان تديروا عليه لو حصة فيها ساعة ولا 45 دقيقة كابورتري وتحكي وكذا وكذا برك، هذا ما كان، هذا قليلة 45 دقيقة ولا ساعة ما أقصى حد فيها بركة،
قناه من القناه غدير لي الحديث برك. بل بالعكس كانش كانش علاش هذا الاعلان تاع مصالح يبيع بلادو على زوز دورو مش غير على جوارة لا معزه يا الجزائر كامل يبيعوها ليسونسييل الفايده كي يكسب على جواري تعطى الكوكايين ويدي معاه شي بخير له من مليار نحرز نقولها ونعاود الغالب هذا هو الاعلام تاعنا بينما في بريطانيا وفي العالم كامل يتغناو بمحرز في بلاده الله غالب في بلاده يكرهوه لانه اول حاجه جاي من لهيه ولانه ثاني حاجه اصبحت مصالح مصالح نكتب اللي عند الكوكايين واللي يتعاطى الكوكايين واللي يسهر واللي يتكيف الشيشه خير لي من نكتب على محرز ولا نتكلم على محرز هذا هو الواقع خوتي الواقع والوقت اللي رانا فيه واقع نتاع مصالح لا وطنية لا جزائر لا تشريف الألوان الوطنية لا سفير كرة جزائرية لا سفير جزائر هذه كل ما كانش كاين مصالح كاين نكتب على تاع كوكايين أحسن لي من نكتب على محرز لأن هذيك فيها دراهم أما محرز ما فيهاش دراهم للأسف هذا هو الواقع خوتي هذا هو الواقع المر إن شاء الله الإعلام هذا الفاسد يروح من جماعتي قاعد نحاو قاعد إعلام هذا الفاسد يروح واللي يسمي روح إعلامي ثاني يزيد يروح الإعلامي لازم يكون ما نقولوش يكون محايد هذه بلاده يكون يميل لبلاده لكن الله غالب ما يميلوش لبلاده يميلوا تاع الغبرة اللي فيه الدراهم في الأخير خوتي منقتنا مع مزيد من الفيديوهات صحة صحوركم ورمضان كريم لكل الجزائريين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.